عايش مملكة نفسي نعشقهم بل الناس بيزار ويتحول مع واضح. دقيقة تحسير أفرك شايف أنا جبت قولها وما تحشمش إلا كان عندك عذر. أسامة بن سالم 23 سنة إكليفة كاتب ومتحدث حقوق سبيسياليتي في الجامعة. كيفاش اكتشفت الموهبة تاعي؟ كان بفضل البروف اللي كانوا يقروني اللي نحييهم بهذه المناسبة واللي كانوا كيشوفوا التعبير تاعي ملي كنت غريان كانوا فريمون يقولوا لي عندك انطون في التعبير وفي ايصال الفكرة. بيرسونيلمون الناس اللي يعرفوني غاية زعما وداخلين فيها غاية وكاع تبان لهم بيزار أسامة سيريو سي بو سكريت هذه وليت حاول زعما تاع غادي كيشغل نقفز نقولوا حنا من الحالة اللي هي حالة الهبال اللي يعرفوك بها الأقارب لحالة واحد يكون سيريو. با كانت كيشغل الأولى كانت تبان لهم شوية غريبة كيفاش أسامة دخل لهذا الدومان وبعد الحمد لله ربي شوية بشوية قد عملت كامل. باغي تريفيوني وتزيد تاكل الحبة وكي تنوض غدوة صباح تولي تحوص قاع للهربة وتقول لي هاد البلاد تتقن ما عطاتنا والو وانت الليلة اللي فاتت وين تجيني عمري قالو مانيش. كيف جاتني ليدي باش ندخل للسوشيال ميديا شفت بلي الناس شغل الحاجة الأولى والمكان الأنسب ليهم والمكان اللي راه يونسهم أكثر واللي راهم ينشئوا ليه أكثر باش يبحثوا على حاجة اللي تريحهم واللي تطمئنهم واللي تخرجهم من مرحلة السلام والاطمئنان هي السوشيال ميديا وهي الهاتف. بخصوص الانترنت يعني لحد الان مازال ما ندخل ولو دينار واحد يعني من الانترنت. الخدمه اكزومبل كيما لي بوبليسيتي تو الحمد لله يا ربي راني بديت كيشغل صايكي لقيت روحي اللي نطور روحي مش انا من الانترنت جامي زعما لا دخلت وما مانيش زعما نخمم فيها بالك من القدام ان شاء الله ما تحسيش. كره الانسان يكتب لي باسكو الانسان كي غادي يكتب اوتوماتيكمون غادي تكتب على حسب لا مونتاليتي تاعك ولا لا فاصون دو بارلي تاعك ولا على حسب الكاريزما تاعك وليماجيناسيون تاعك. سما انا كي نبغي نكتب نبغي نكتب بروحي وجامي نكتب لي واحد. قعدنا في حياتنا هذاك البنادم اللي مين يجي الليل والدغدغه كرشه ولا يعطش يقول لك حن بكره هو تجيب لي حاجه من تحت ناكل ومين تقول له هذا الدومين دي فوا يبعدك على الناس تبغيهم كراف وبعدني ولا هاني على الناس نبغيهم ومن يعني من بين هذا الناس ودخلتي ربي يرحمها ويوسع عليه واختي ربي يرحمها ويوسع عليها اللي من بعدها وليت نحسها يعني حاجه رخيصه بطرافور الروح كانت تبغيك وتحوس عليك وتحوس تريح معاك في لوطوني نتاعك كتلاهي بواحد الحاجه اللي كابابل غادي يكونوا كاينين الناس فيها وفي هذيك الحاجه ما غاديش يدوها فيك. قريب ان شاء الله غادي تكون كاينه سلسله ليو ام سوبر هيرو بامكانيات عاليه ان شاء الله يا ربي سيزون 2 واللي مازال ما يتفرج سيزون 1 ماذا بيك تشوف سيزون 1 واضح كيشغل ما تخرجش من عند واضح حتقلع لك اللحم حاجه التاليه توضحها للجمهور. ميرسي بوكو واضح ربي يعطيكم الخير الله يعطيكم الصحه وقعدوا كيما راكم اونيك كملوا فيها وان شاء الله يا ربي رانا معاكم.